سؤال من مشاهدي ساد سفن. واحدة بتقول زوجي طبيب تحت التمرين، ونتيجة لخطأ صغير تم فصله. مش ممكن يكون خطأ صغير، يعني هي بس بتدافع عن زوجها. بتقول له نتيجة لخطأ صغير تم فصله، فهل هذه تجربة من الله؟ لا، ربنا ما قالوش يخطئ. وإن كان زوجي تسبب فيها فلماذا تجني أسرتي ثمرة هذا الخطأ؟ ممكن زوجك يشتغل في العمل الخاص كطبيب خاص، يعني مش ضروري في مصلحة أو مستشفى أو حاجة زي كده، وممكن يكسب كتير في العمل الخاص أكتر، ويستفيد من التجربة اللي مرت عليه إن يكون أكثر دقة في العمل بتاعه. يعني مش معناها إنه خرج من وظيفة يعني مستقبله راح، ممكن يخرج من وظيفة ويشتغل عمل حر.